يقول السائل: شخص له دين يقدر بحوالي 60,000 ريال، والناس يضيقون عليه من أجل أموالهم، وليس له أن يأتي بتلك الأموال، فهل يجوز له أن يستلف من البنك؟ بالربا لا يجوز، ما يجوز يستلف بالربا. إن وجد من يقرضه قرضا حسنا فالحمد لله، إن استطاع يكتسب ويحترف حتى يسدد دينه يكتسب ويحترف. والواجب إنظار المعسر، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. المعسر يجب إنظاره ولا تجوز مضايقته. نعم.